هاي وقفة وعدلت اليوم تضامنا مع تكبر وتكبر إلى حد ما رأس لبرة مثلاً عن الصحراويات ياسر منهم يعاني من هاي نفس الوضعية يا غرقع الله اليوم يفتح حيدار جابوا فرصة يكشفوا هذا الواقع اللي طاري تقريباً يومياً من 75 إلى وهذه الطريقة يبين الضوء على هذا القزو اللي من 75 كيف قال ياسر من حقوقيين أنا ما قد زوروا في موليهانا والتعذيب دور صلبوا الضوء حتى نحن تضامنا معاي هي كشخص في نفس الوقت طالبوا عن يخرج تحقيق موت ولدها يعني استشهاد ولدها طريقة التعسفية اللي وعدت له وعن يبحث هذا الموضوع ونحن مأيدينها ومأيدين أي صحراوي تمتز والله تحت كرامته مهم نحن هم صوتون نحن معه في مكان وهذا هو دور الجمعية وتقريبا الناس اللي تشتغل معه هو تكرر اللي يطرق يعني تعطيه صوت تعطيه صورة وتنعت للناس اللي معطوبة والله مظلومة وراه ياسم من حراك الاجتماعي من أجل كشف ديك الغربية وتصفية هذا الاستعمار اللي من 75 ومسيطر عليه.